بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الناهية عن مشابهة أصحاب الجحيم والكفار في اتخاذ القبور مساجد. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض نسخه صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زال الكلام في موضوع الغلو في القبور. نعم، لأن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والتبرك بتربتهم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلعن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صنفين من الناس: الصنف الأول زوارات القبور، وهن النساء، لأن النساء ممنوعات من زيارة القبور لما يعتريهن من النقص والتأثر إذا رأت قبر حبيبها أن يحصل منها جزع ونياحة، ومن أجل أنها عورة فربما أن الفساق يلاحقونها في المقابر وتحصل من ذلك جرائم أخلاقية وفواحش كما هو واقع. نعم، كما هو واقع في المقابر التي يزورها الرجال والنساء، يحصل فيها مفاسد كثيرة. واللعن يقتضي أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الذنب إذا رتب عليه لعنة فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن زيارة النساء للقبور أنها كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان قبرا واحدا أو قبورا كثيرة، وسواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو قبور غيرهم، فإن الحديث عام. نعم، بل إن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء وصاحبيه تكون أشد فتنة للنساء، لأنهن ضعيفات ويتأثرن بالدعايات وبالخداع، فهن أقرب إلى الفتنة. فلذلك المرأة ممنوعة من زيارة القبور مطلقا، سواء كانت قبورا لأقاربها أو لغيرهم، وزيارتها للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى نساء المسلمين أن يتنبهن لذلك الأمر الخطير. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا خاص بالرجال، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى النساء في هذا الحديث، فهذا مخصص لقوله زور القبور، في أن المراد بهم الرجال فقط.
دون النساء. وأما كون النساء كانت تزور القبور في الأول أو أن عائشة زارت قبر أخيها في الأخير، فزيارة النساء للقبور في الأول نسخ، نسخ بقوله لعن الله زوارات القبور، فهذا ناسخ لما كان من قبل. وأما فعل عائشة فهو مخالف للحديث، وما دام أنه مخالف للحديث فإنه لا عبرة بقول أحد أو فعل أحد مع وجود الحديث الذي يلعن من فعلت ذلك، فهي فعلت هذا عن اجتهاد منها رضي الله عنها، وربما يكون الحديث لم يبلغها. فعلى كل حال الحجة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فالشاهد من قولها نهينا يكفي هذا، لأن النهي يقتضي التحريم. وأما قولها لم يعزم علينا فهذا فهم فهمته هي رضي الله عنها. فالحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور بحال، وإذا أرادت أن تنفع قريبها أو ميتها فإنها بدل أن تزوره تدعو له وهي في مكانها، وتستغفر له وتتصدق عنه وتفعل له ما جاءت الأدلة بفعله، ويصل ثوابه إليه إن شاء الله. قول أم عطية شيخ لم يعزم علينا يعني لم يؤكد النهي؟ إيه نعم، لم يعني لم يشدد النهي. والمسألة الثانية المتخذين عليها أي على القبور المساجد، والمساجد يعني المصليات، سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى ولكن تعتاد ليصلى عندها ولو في الفضاء، فهذا من اتخاذها مساجد، ولذلك لا تجوز الصلاة عند القبور، فمن المواطن التي تحرم الصلاة فيها عند القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا وإن كان المصلي يصلي لله ولكن صلاته في هذا المكان وسيلة إلى تعظيم القبر، وربما أنه يظن أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة عند في مكان آخر، فيفضي هذا إلى الشرك بالله عز وجل. والمتخذين عليها السرج وهي الإضاءات، فلا يجوز أن تضاء المقابر بالمصابيح أو بالسرج أو بالكهرباء، لا يجوز هذا، لأن هذا مدعاة لتعظيمها والتعلق قلوب العوام والجهلة بها، فإذا أنيرت وضع عليها مصابيح وضع عليها إضاءات صار هذا جالبا للزوار ومعلقا لقلوب العوام والجهال بها، فيزداد بذلك الشر. وليس هناك أفضل من قبور الصحابة في البقيع، ولم يحصل فيها إسراج ولا شيء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن والحمد لله. فلا يجوز أن تضاء القبور. وإذا جاء الناس للدفن في الليل يأتون معهم بسراج أو مصباح بقدر الحاجة ثم يرجعون به، أما أن يقال أن تضاء القبور من أجل أن من جاء يزور بالليل أو من جاء يدفن بالليل يكون، فهذا لا يجوز لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم بل لعنه على ذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك والغلو في القبور، فيجب التنبه لهذا الأمر الخطير، فهذا فيه سد الذرائع المفضية إلى الشرك. نعم، أحيانا يكون من بعض المسلمين اتخاذ علائم على القبور الشيخ صغيرة أو قليلة عند نصيبة القبر، تعليم بحجر أو عود أو بخاخ، ما حكم ذلك وتوجيهكم جزاكم الله خير؟ وهل للهيئات مثلا أو الجهات الدينية أن تمر المقابر كل فترة كل شهر شهرين وتبعد هذا؟ لأن في الغالب أنها عواطف، أول ما يموت ميتهم يريدون يحطون عليها يجعلون عليها علامة ثم ينسونه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن أمور كثيرة حول القبور، منها الإسراج والصلاة عندها، ومنها تجصيصها يعني صبغها بالألوان على ظهر القبر سواء بالجص أو بالنورة أو بالبوية اليوم الدهان المعروف، هذا أمر لا يجوز لأنه يجلب الأنظار إليها ويعلق القلوب بها. ونهى عن الكتابة عليها، الكتابة عليها بأن يكتب اسم فلان وتاريخ وفاته أو يمدح بأنه الولي الفلاني كما هو عند الأضرحة، فهذا أمر محرم لأن هذا يعلق قلوب الناس بها ويجلب الزوار إليها ويظنون أن هذا الميت له شأن وأنه ما عمل حول هذه الأعمال إلا لأن له شأنا وأنه يقضي الحاجات وأنه إلى آخر ما يدعون. فسدا للذريعة تجعل قبور المسلمين سواء كما كانت قبور الصحابة سواء، ليس لبعضها ميزة على بعض، وإنما هي قبور متساوية، بل لا تعرف من هذا ومن هذا إلا إذا كنت قد حضرت دفنه من قبل. أما إذا وضعت علامة تريد بها معرفة القبر لأجل زيارته والسلام عليه، وهذه العلامة ليست مما نهي عنه كأن تضع حجرا عليه أو عودا أو ما أشبه ذلك مما لا يعطي من رآه أهمية، فهذا لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون من أجل أن يزوره صلى الله عليه وسلم، فوضع علامة لا تعطي إشارة بالتعظيم ولا يعرفها إلا من وضعها، لا يعرفها إلا من وضعها، فهذا لا بأس به. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. نعم، هو هذا محل الشاهد من الحديث للكتاب، لأن الكتاب في موضوع التشبه بالكفار. نعم. وهذا فيه تشبه باليهود والنصارى في غلوهم في قبور معظميهم، وهذا أخطر أنواع التشبه لأنه وسيلة إلى الشرك، فنحن لا نتشبه بهم في أعمالهم في هذا وفي غيره، في أعمال العبادة في هذا وفي غيره، لأن أعمالهم لا تؤمن أن يدخلها التحريف والتغيير والتبديل، ولأن أعمالهم دينهم نسخ بدين الإسلام، فنحن على دين الإسلام، ما جاء به عملنا به وما نهى عنه انتهينا عنه، ولا ننظر إلى ما في دين اليهود والنصارى ونقول هذا من المحاسن وهذا، الله أغنانا، كل المحاسن كلها في ديننا ولله الحمد. الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة، وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية. فهذا هو الغرض من إيراد هذه الأحاديث، وهو لم يستوفها رحمه الله، ولم يستوفي كلام أهل العلم في هذا الموضوع، وإنما اكتفى بالإشارة قدر محل الشاهد، وهو منع التشبه بهم في هذا الأمر، وإلا فالمقام يحتاج إلى بسط، وقد بسطه رحمه الله في كتبه الأخرى مثل الجواب الباهر لزوار المقابر والرد على ابن البكري والرد على الأخنائي، فهي بسط الكلام فيها هناك. فلكن هذا المقصود هنا الإشارة إلى منع التشبه بهم في الصلاة عند القبور أو بناء المساجد عليها، لأن هذا من أخطر الأنواع، أنواع التشبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان تحريم ذلك
ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا. هذا أمر مجمع عليه على المنع منه عند علماء المذاهب المعتبرين المذاهب الأربعة، ونقولهم موجودة والحمد لله، نقولهم موجودة من كل مذهب، فمن أراد أن يطلع على هذا فليطالع كتب العقائد الجامعة التي تجمع فيها أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، مثل منهاج السنة شيخ الإسلام بن تيمية ومثل الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي، ومثل كتب أئمة الدعوة أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مصباح الظلام وفي الرد على داود بن جرجيس وغيرهم ممن يدعون إلى تعظيم القبور والغلو فيها، هم ردوا عليه ونقلوا من المذاهب الأربعة ما يدل على إجماع المذاهب الأربعة على تحريم هذا العمل. وإنما يحصل من المتأخرين أو بعض المتأخرين الذين تأثروا بالخرافات وتأثروا بالدعايات، وهؤلاء ليسوا بحجة على المذاهب. نعم. أليس هذا هو مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد؟ وإنما هذا مذهب بعض من ينتسب إلى تلك المذاهب، فلا ينسب هذا إلى المذهب أو إلى الإمام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا. قال المحقق: أي لا يتأتى ولا يمكن لكثرته وطوله. الآثار يعني عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من العلماء في النهي عن البناء على القبور والغلو فيها والصلاة عندها. هذا فيه أحاديث وفيه آثار. وفي القرآن قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني الأقوياء لما تنازعوا في أصحاب الكهف بعد موتهم ماذا يصنعون بهم، قال: الذين غلبوا على أمرهم، يعني أصحاب السلطة والقوة، لنتخذن عليهم مسجدا. فبنوا على قبورهم المسجد. وكان هذا من العلماء، وإنما هو ممن غلب أمرهم واستندوا إلى القوة السلطانية فقط لا إلى العلم. نعم. قوله غلبوا على الإشارة إلى أنها بالقوة ما هي بالعلم والدليل. هي نعم. قال رحمه الله: حتى ذكر أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين، حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال: وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. نعم. وهذا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه، وهو علي بن الحسين رضي الله عنه، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده لأمه، وجده لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمه أو جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهو من بيت النبوة ومن أفضل آل محمد صلى الله عليه وسلم. أنكر على هذا الرجل الذي يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، في حجرة عائشة، والحجرة فيها فرج وتركت على طبيعتها، فكان يأتي وينتهز هذه الفرجة ويقف عندها ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. فخشي عليه علي بن الحسين، خشي عليه من الغلو،
ودعاه وقال له لماذا تأتي هنا؟ قال آتي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا أحدثك حديثا عن أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي حيث كنتم، فإن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغكم حيث كنتم. ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فلا حاجة إلى أنك تذهب إلى قبر الرسول لتصلي عليه، بل صل عليه في أي مكان من الأرض، اللهم صل. وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال صل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل عند قبره، بل قال صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني في أي مكان. لأنك وإذا جئت لتصلي عليه عند قبره فهو كما لو جئت لتصلي الفريضة عند قبره سواء. معنى هذا أن هذا من اتخاذه مسجدا، ونحن منهيون عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فإذا كان هذا الحديث خرج من آل محمد ومن ذرية محمد صلى الله عليه وسلم التي يغلو بها من يغلو ويدعونهم من دون الله وهم ينهون عن ذلك، ويبلغون عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، فهذا يبطل كل ما يتعلق به الخرافيون. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل ابن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. نعم، وهذا طريق آخر عن الحسن بن الحسن. نعم، في الأول عن ابن الحسين، علي بن الحسين، أي، وهذا عن الحسن بن الحسن بن علي. نعم، فاتفق النقل عنهما جميعا رضي الله عنهما على أنهما أنكرا على هذا الذي يأتي ويتحرى الدعاء عند القبر أو الصلاة على النبي عند القبر، أنهما خشيا عليه من الغلو فنهياه عن ذلك، وأبلغاه قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وقال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال الحسن بن الحسن رحمه الله ما أنت ومن بالأندلس، يعني بالمغرب، إلا سواء. فالصلاة تصل في أي مكان وأنت في أي مكان، ولا يشرع لها أن تأتي عند القبر، إنما تأتي عند القبر إذا قدمت من سفر، إذا قدمت من سفر لتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم سلام الزيارة، فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كالسلام على الحي. وهذا خاص بمن قدم من سفر. أما إن كل من بالمدينة مقيما أو ساكنا يأتي كل يوم أو كل ساعة عند القبر ويقول أنا أصلي وأسلم على الرسول لأن الله أمرني بذلك، نقول نعم أمرك بالصلاة والسلام عليه، لكن لم يأمرك بالتردد على قبره. على قبره، قد قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تتكرر الزيارة إليه والجلوس عنده، وعيد مكاني، يعني لأن العيد قسمان، عيد زماني وعيد مكاني، فالمكان الذي يجتمع فيه بالمناسبات يسمى عيدا. فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يفضي إلى الغلو وإلى عبادة غير الله عز وجل. نعم، صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. نعم، ولذلك قال أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله
أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زاد فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير ما جزى به نبيا عن أمته، فهذا جائز، هذا جائز لأنه من أوصافه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو ولا تجاوز. وإذا أراد أن يدعو لا يدعو عند القبر، لأنه لا يجوز الدعاء عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى عبادتها. فإذا أراد أن يدعو يذهب ويكون في ناحية من المسجد ويستقبل القبلة، استقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، ولا تعلق للدعاء عند القبر أبدا، لا لنفسه ولا لغيره، وإنما الدعاء يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في زيارة القبور الأخرى العادية، إذا أراد الزائر يزور القبر كيف يعني هل هناك من ضابط؟ بعضهم يقول يأتي من قبل وجه الميت ويسلم عليه ثم يستدير إلى القبلة، القبر سواء كان خلفه أو بينه وبين القبلة، في تحديد شرعي أو المسألة ذكر واسعة؟ ذكر العلماء أنه إذا أراد أن يسلم على الميت يأتيه من قبل وجهه، يأتي الميت من قبل وجهه ويجعله بينه وبين القبلة، يكون الميت مستقبلا، يجعل ظهر الزائر يجعل ظهره إلى القبلة، يجعل ظهره إلى القبلة، إلى القبلة، ويجعل وجهه إلى وجه الميت، لأن هذا هو السلام، هو من آداب السلام على الحي والميت. نعم. أنك إذا أردت أن تسلم على أحد فإنك تأتي من قبل وجهه، من قبل وجهه حيا وميت أو ميتا، فتستدبر القبلة وتجعل وجهك إلى وجه الميت وتسلم عليه. ثم إذا أردت الدعاء فإنك تعكس، فتأتي وتجعل القبر بينك وبين القبلة، تستقبل القبلة وتكون إلى ظهر القبر مستقبلا القبلة، وترفع يديك وتدعو للميت، تدعو للميت ما تدعو لنفسك. نعم. وإنما تدعو للميت بالمغفرة والرحمة. نعم. لا يخرج، إنما لا يخرج في الدعاء يدعو الميت فقط، فقط لا لنفسه ولا لغيره ولا للمسلمين، ما هو محل دعاء هذا، ما هو محل دعاء، ما هو محل دعاء إلا للميت فقط، تابع الله للزيارة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لصاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه في الختام تحية من زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.